في قضية الآن يعني بس في مسمى احنا نسمع من بعضهم، حتى من هؤلاء الذين يزعم انه اذا فجر نفسه وقتل نفسه، او حتى قول لفظ شهيد. الامام البخاري رحمه الله تعالى حتى الطيار هذا لا نقول لاي انسان نسب له الشهاده جزما، نقول باذن الله تعالى باب لا يقال فلان شهيد الا لما شهد له الله تعالى والنبي عليه الصلاه والسلام. فاهل الحق والديوانياتنا وطلبتنا في الجامعه هم عارفين الحق، وكلنا حتى اقل واحد علم في الدين يعلم ما قامت به هذه الدولة المزعومة الغير إسلامية ليسوا على الإسلام بشيء، ما نقين من الدين.